واتس عن ام تي في ولمحه سريعه عن ابرز البرامج اللي عم تابوها على شاشتنا الخاصه بشهر رمضان المبارك. بعد الاخبار كلكم عم بتكونوا على الموعد مع هاني رمزي الممثل والكوميدي المعروف اللي تعودنا عليه السنه الماضيه بالهوى، هالمره هو بالادغال وبرفقته مجموعه من ابرز نجوم الشاشه اللي بنحبهم من لبنان والدول العربيه كمان، عم بياخذهم برحله بالادغال بجنوب افريقيا، نوع من السفاري اكيد بسياره مغلقه وعم بيتجولوا بالغابه، وفجاه بتتعطل السياره والنجم موجود بداخلها وهون ببلش تظهر حيوانات ما بتخطر على البال مش بس خارج السياره انما كمان بداخلها. خلينا نشوف كيف عم بيتفاعلوا النجوم بهاللمحه من برنامج هاني في الادغال. انت شايف كده يا زيزو؟ انزل! دول بقى يا سيدي احسن اتنين مساكين في افريقيا. زيزو ما عندناش فراوده بتعيط. استخبى ازاي؟ روح فين؟ اطلع من الاوف سايد. يا فيه. هذا المفتاح مع ابن عبيطه. بس عليك بتشتم انسك الله يرحمه، ده بدل ما تدعي له. بعد اللي صار السنة الماضية بالأجواء وبالهواء مع هاني رمزي ما بعرف كيف النجوم عم بيرجعوا يوثقوا فيه ويشاركوا بأي برنامج برفقته. على كل عم نشوف النتيجة كل ليلة بعد الأخبار على شاشة الام تي في ضمن برنامج هاني في الأدغال. منتابع سهرتنا على شاشة الام تي في مع صرخة روح، مسلسل درامي بيجمع كمان أبرز النجوم اللي منحبهم من لبنان والدول العربية. الخماسية الجديدة اللي رح تبدأ ليلة السبت هي خماسية الليلة الأخيرة، تجمع عدد من أبرز النجوم مثل فاميلا الكيك، وسام حنا، رفيق علي أحمد، وجوي خوري. القصة هي قصة حب محرم، قصة حب ممنوع، حبيبين كانوا يعشقوا بعض بالماضي، بالصدفة بيرجعوا بيلتقوا وبيشعروا بالحرارة اللي كانت تجمعهم، ولكن هالمرة ظروف بتختلف. هي متزوجة من رجل غني وبدها تحقق طموحها وأحلامها، وهو بيكتشف أنه بعده بحبها. كيف رح تتطور الأحداث؟ خلينا نشوف هاللمحة من صرخة روح. لسا ما تذكرت رقمها ولا وين بيتها؟ قلت لك ما بعرف وين بيتها، ورقمها كان مسيف على الموبايل وضاع الموبايل. معك تتذكر. هيدي كانت لمحة من صرخة روح. أما هلأ راح ناخد بريك قصير مشاهدينا ومنرجع لفقرة كابلز. اليوم موضوع كتير مهم، يمكن في ناس بيقضوا كل حياتهم عم يبحثوا وراء الجواب لهالسؤال، شو هو الحب وهل هو موجود؟ رح نكتشف سوا بعد هالبريك القصير.